حمادة رد على عمه وقول لبابا نايم. حاضر يا بابا. ألو؟ ألو أيوة يا حبيبي، بابا موجود؟ لا يا عمو، بابا نايم. ياه، أنا بقالي كتير بكلمه ومش بيرد. عموما يا ريت تبلغه إن أنا كلمته. حاضر يا عمو. حمادة، مين اللي كسر الفازة؟ والله يا بابا مش أنا. لا أنا متأكد إن أنت اللي كسرتها، ليه بتكذب؟ مالك مستغرب قوي كده إن حمادة بيكذب؟ ما هو أنت اللي علمته الكذب. حمادة، رد على عمه وقول لبابا نايم. حاضر يا بابا.